الأمم المتحدة تضع تصوراً للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في العراق خلال 3 شهور. الولايات المتحدة تهدد تركيا بفرض عقوبات جديدة بسبب S-400 روسية. والرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن استقالته من منصبه. منتصف ليل القاهرة 10 في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نهى درويش. أهلا بك نهى. أهلا بك شادي. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من الاحتجاجات في العراق. أفادت مصادر عراقية بتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الخلاني بوسط العاصمة بغداد، بينما أعلنت مصادر مقتل 3 محتجين خلال تفريق الأمن لمظاهرات في النصرية جنوب البلاد. يأتي هذا فيما أغلق المتظاهرون بمحافظة النجف عددا من الدوائر الحكومية، وفي الوقت نفسه كشفت مصادر عراقية عن إصابة 48 متظاهرا و25 من قوات الأمن قرب مديرية تربية ذي قار. وضعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تصورا للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في البلاد خلال 3 شهور. وأشارت البعثة الأممية في بيان لها إلى أن التصور المقترح جاء بعد تشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية، بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات، وهو يتضمن مجموعة من المبادئ والتدابير تتضمن حق التظاهر ومعاقبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين واتخاذ خطوات للانتهاء من وضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن ومحاربة الفساد. طالبت الرئاسات العراقية الثلاث القوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتجنب جميع أشكال العنف، كما دعا البيان إلى المحاسبة الشديدة لأي جهة تستخدم العنف المفرط بحق المتظاهرين، ورفض البيان أي حل أمني للمظاهرات السلمية والبدء في تشريع قانون جديد للانتخابات والتمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور. أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15,000 منذ بدء الاحتجاجات المؤهدة للحكومة في أكتوبر الماضي. وأعلن المسؤول العراقي مقتل شخصين وإصابة أكثر من 100 إثر استخدام قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع، وذلك خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة البصرة جنوبي العاصمة بغداد. قتل عدد كبير من الإرهابيين في جبال مخمورة بالعراق في ضربات جوية للتحالف الدولي. وفي تغريدة له على تويتر، أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق العميد يحيى رسول إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحي الصناعي بالموصل.
خرجت مسيرة في مدينة طرابلس شمالية لبنان للاعتصام أمام ما نزل الشخصيات السياسية بالمدينة في وقت تسود حالة فوضى في الأسواق مع ارتفاع أسعار سلع أساسية. كما نظم اللبنانيون وسط العاصمة بيروت مظاهرات أطلقوا عليها اسم أحد الإصرار للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم وأبرزها حكومة إنقاذ من تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة. يأتي هذا في وقت تسود فيه الفوضى في الأسواق مع ارتفاع أسعار سلع أساسية وإغلاق المصارف والبنوك في لبنان. قرابة شهر من الاحتجاجات ولبنان لا يهدأ، فحالة من الفوضى تسود في الأسواق وسط إغلاق محطات وقود لأبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية ناهيك عن مشكلات تواجه المصارف. وبشعارات ضد الوضع السياسي في البلاد يسير المواطنون ليتوجهوا مؤخرا للاحتجاج أمام منازل المسؤولين والسياسيين للمطالبة بالتغيير، فيما احتشد متظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في العاصمة بيروت وآخرون أمام قصر العدل. وفي وقت أصابت المرافق العامة في البلاد حالة شلل، لا تزال المياه في مجرى السلطات اللبنانية ساكنة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ نحو أسبوعين. حالة الاحتجاج والاحتقان ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، إذ تحاول البنوك منذ عودة العمل فيها تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة. أما عن حالة الهلع التي أصابت المودعين فمن جهته قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية إن جميع أموال المودعين آمنة، مطالبا البنك المركزي اللبناني بتعاون مع الجمعية لتسهيل توفير الاحتياجات الضرورية للمودعين. تأكيد على أن أموال المودعين محفوظة وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. الطلب إلى حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية. وبالفعل فلبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية تفاقمت أكثر مع موجة الاحتجاجات التي بدأت في 17 من أكتوبر الماضي. أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مايك ميلي أن حوالي 500 إلى 600 جندي سيبقون في شمال سوريا. وفي مقابلة تلفزيونية قال الجنرال ميلي أن سبب إبقاء واشنطن على الجنود الأمريكيين رغم إعلان الرئيس الأمريكي ترامب سحب كامل القوات الأمريكية من سوريا هو الخوف من عودة تنظيم داعش الإرهابي، رغم الخلل الكبير الذي تعرض له التنظيم بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الميليشيات الموالية لقوات العدوان التركي في سوريا ترتكب ممارسات التطهير العرقي بحق الأكراد وتغييرا ديموغرافيا في هذه المنطقة. ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان من سكان مدينة رأس العين الحدودية قوله إن هذه الميليشيات المسلحة مليئة بالكره تجاههم والتعطش لإراقة الدماء وأنهم يقتلون على أساس الهوية، وهي كلها أمور تنفي كلية ما تسوق قالها تركيا باعتبارها تسعى لخلق منطقة حدودية آمنة. أفادت مصادر سورية بأن هناك عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يعملون ضد الميليشيات المسلحة وضمنها وهي التي شكلتها تركيا في سوريا. وقالت المصادر أن هناك وثائق ومعلومات تثبت أن عناصر من التنظيم الإرهابي شاركوا في العدوان التركي في شمال وشرق سوريا. وكشفت المصادر عن أن عناصر داعش تلقوا تدريبات على يد القوات المسلحة التركية في إدلب عام 2017. تابعت
تبدأ تركيا اليوم الاثنين عمليات الترحيل لأكثر من 1200 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب المعتقلين لديها إلى أوطانهم في أوروبا. ولم يحدد التهديد التركي دولا بعينها، إلا أن المعتقلين من الدواعش الأجانب ينتمون إلى أكثر من 70 دولة قمصهم من الأوروبيين. وتقول أنقرة أنه يوجد 1200 من الدواعش في المعتقلات التركية بالإضافة إلى 270 آخرين، وتقول أنها ستضيفهم إلى حساباتها بعد أن قامت باعتقالهم مؤخرا خلال عدوانها على شمال سوريا. قصفت طائرة استطلاع تركية قرية الدردارة بريف رأس العين شمال محافظة الحسكة شمال شرقية سوريا. وفي غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوقوع إصابات في انفجار لغم أرضي زرعته قوات العدوان التركي في قرية الأسدية بريف رأس العين. أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا وسط ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم أدى إلى زيادة حالات الانتحار الجماعي في البلاد. وأوضحت بلومبرغ أن الاقتصاد التركي يشهد أزمة بسبب تدني قيمة العملة المحلية، حيث تعاني الشركات من أجل سداد ديونها المتراكمة. كما من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشا بنحو 0.5% هذا العام. اعتقلت السلطات التركية 3 أشخاص من بينهم 2 من أعضاء البرلمان تابعان لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض، وذلك في المداهمات التي شنتها الشرطة على بعض المنازل في ديار بكر بسبب آرائهم التي يطرحونها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم احتجاز 3 في مديرية أمن المحافظة. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن واشنطن ستفرض عقوبات على تركيا في حال استمرارها في صفقة صواريخ S-400 الروسية. وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب سيبلغ أردوغان بذلك خلال لقائه بواشنطن، موضحا أن العقوبات ستقر بالأغلبية في كونغرس. وأكد أوبراين أنه لا يوجد مكان في الناتو لمشتريات عسكرية روسية كبيرة، مشيرا إلى أن تركيا ستتأثر بتلك العقوبات. وكانت واشنطن قد استبعدت أنقرة من المشاركة في برنامج طائرات F-35 كمنتج ومشتري. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن ماك شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ شرقاوي. ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يقول إن واشنطن ستفرض عقوبات على أنقرة في حال استمرارها في صفقة الصواريخ الروسية S-400، ولكن يعني تركيا أوضحت مرارا وتكرارا أنها ماضية في هذه الصفقة ولا تراجع عنها، إذا هل بالفعل نحن أمام عقوبات أمريكية جدية؟ هو السيد أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي في تصريحاته كان أشد غلظة كمان من هذه العبارات اللي أنت استخدمتها. قال على الإدارة التركية to scrap the S-400. scrap يعني تكهنها، بمعنى تتخلص منها كمان، إن هو فعلا استلمت بعض أجزاء هذه الشحنة أنقرة بالفعل في شهر يوليو الماضي وأغسطس الماضي، فلا مكان إلى هذه المنظومة داخل حلف الناتو الذي بالتأكيد يعني تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت فعلا عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا بإبعادها عن مشروع F-35 الطائرات المقاتلة المتقدمة الأمريكية، ومنع الطيارين الأتراك من المشاركة في التدريب في ولاية أريزونا في شهر 8 الماضي. الكونغرس الأمريكي أصدر قانون في شهر 7/2017 اسمه كاستا، قانون مكافحة أعداء أمريكا، وهو بيهدف بالتأكيد إلى إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وفي خضم هذا القانون والذي صدر بأغلبية 419 صوت لثلاثة في مجلس النواب و98 صوت لاثنين في مجلس الشيوخ، يعني أغلبية ساحقة، مما لا يستطيع معه الرئيس دونالد ترامب أن يتخذ حق الفيتو على هذا القانون، ووقع عليه ترامب بالفعل يوم 2 أغسطس 2017. القانون ده بيسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن توقع عقوبات على أي دولة تشتري سلاح من هذه الدول الثلاثة أو تتعامل مع هذه الدول الثلاثة. فالصفقة التي وقعتها تركيا مع روسيا بخصوص منظومة الدفاع الصاروخية S-400 المتقدمة تدخل تركيا في سلاح العقوبات الأمريكية خلال 30 يوم من إصدار القانون من الكونغرس بالعقوبات، وبالتأكيد سوف يصوت عليه بالأغلبية الساحقة، لأن الجمهوريين والديمقراطيين مجتمعين على أن لابد من إيقاف ما تفعله تركيا في المنطقة. بالتأكيد كمان بيتعرض إلى ما قامت به تركيا من الغزو والاعتداء على حليف من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهم أكراد سوريا في شمال سوريا، حتى أن يعني حلف الناتو استاء تماما لهذا الأمر، وكانت هناك تصريحات قوية من الرئيس ماكرون قال أن يعني كيف سوف نطبق المادة الخامسة من نسق حلف الناتو إذا ما اعتادت القوات السورية على القوات التركية لحماية أراضيها، هل سنقوم ونهاجم سوريا وندافع عن تركيا؟ لابد أن يكون للأتراك موقف في هذا الأمر، فيختاروا هل هم حلفاء في حلف الناتو أم هم حلفاء مع روسيا الذي أنشئ حلف الناتو لمواجهة حلف وارسو الذي كان موجود للهجوم على أوروبا. فحلف الناتو أصلا موجود للدفاع عن أوروبا في مواجهة روسيا، فكيف الأردوغان أن يدخل منظومات دفاعية داخل منظومة الصواريخ الدفاعية لحلف الناتو؟ هذا شيء مرفوض بالتأكيد. الرئيس دونالد ترامب أصر على إتمام الزيارة يوم 13 يوم الأربعاء مع وجود يعني نوع من الحنق من الكونغرس الأمريكي ودوائر صنع القرارات الولايات المتحدة الأمريكية من استقبال أردوغان، لأنه يوصف في بعض المحافل السياسية الأمريكية أنه مجرم حرب لما ارتكبه من مذابح ضد المدنيين في شمال سوريا من الأكراد المدنيين العزلة الذين قتلوا بدم بارد، وأيضا باستخدامه للجماعات الإرهابية من يعني القاعدة وداعش والجماعات طيب. المسلحة المعارضة المسلحة السورية. أعتقد طيب. سيد أن الزيارة سيد مك... جدا مكروهة. نعم نعم نعم. طيب يعني هذا اللقاء الذي تتحدث عنه بين الرئيس الأمريكي وأردوغان، ما الذي تعتقد أنه يكون موجود على هذه الأجندة من المباحثات؟ الآن الكونغرس سيفرض عقوبات على تركيا نظرا لهذه الصفقة مع روسيا، هل يتدخل ترامب لدى الرئيس التركي لهذه الفكرة اللي ذكرتها، هي فكرة تكهين هذه المنظومة؟ الآن هذه المنظومة هي مع تركيا ولن تتراجع عنها، ولكن يعني محاولة إقناع بألا تدخل هذه المنظومة في جيشها في المنظومة العسكرية التركية يعني على الأخص، هل تعتقد ذلك؟ هي ليس فقط يعني متضررة الولايات المتحدة الأمريكية أو متضايقة، هناك خطورة على الطائرات الأمريكية من F-35 وF-16 وF-15 العاملة لوجود الأكواد لدى هذه الطائرات لدى الأتراك، وسوف يغزو هذه الأكواد الأمنية داخل هذه المنظومة S-400، وهي بالتأكيد على اتصال مع الروس، سيحصل الروس على معلومات في منتهى الأهمية لمحاولة إسقاط نعم الطائرات الأمريكية. نعلم ذلك تماما. هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيقنع أنقرة بعدم استخدام هذه المنظومة حتى لو اشترت؟ هو ليس إقناع، هو تهديد إلى الرئيس التركي، إن لم تتراجع عن هذا الأمر سوف تطبق عليك العقوبات، وأيضا هذه العقوبات ليست تكون مجرد عقوبات اقتصادية وعقوبات مالية، لا، هي عقوبات خلال 30 يوم من صدور القانون، عدم التعاون العسكري تماما مع هذه الدولة، وأيضا لا يستطيع أي أمريكي أن يتعامل مع هذه الدولة من الأفراد الأمريكان أو حتى شراء ديون من الديون الحكومية الأمريكية والتعامل مع النظام البنكي التركي. وأنت ذكرت في مستهل تقريرك أن الاقتصاد التركي يعاني أشد المعاناة الآن، أعتقد أن مثل تلك العقوبات تقضي على الاقتصاد التركي وتنهار الليرة أكثر أمام الدولار، فأعتقد أن لا مفر للرئيس دونالد ترامب حتى وإن كان شخصيته ضعيفة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، زي ما شاهدنا في يعني المعترك يعني الأسبوعين الثلاث أسابيع الماضية، لن يستطيع أن يغير الأمر الرئيس دونالد ترامب، لأنه لن يستطيع الاعتراض على أي قانون بالعقوبات، والعقوبات أيضا قد تشمل كما قرر السيد لينزي جرام حسابات أردوغان الشخصية، نعم. وتوقيع عقوبات على أردوغان وعلى
وابنه وصهره وايضا كبار مسؤولين الاتراك وعدم منحهم الفيزا لدخول الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد ان الموضوع ليس فقط زياره بروتوكوليه، الموضوع هو مباحثات. اعتقد ان من اهم الملفات سوف تكون اس 400 وموضوع المنطقه الامنه في شمال سوريا، وايضا المعلومات التي وصلت الى الامن الامريكي والمخابرات الامريكيه بعد ما ان اكتشفوا في مقر البغدادي بعد مقتل البغدادي مستندات وايميلات على اجهزه الكمبيوتر تثبت ان هناك اتصالات ما بين البغدادي وبين الاداره التركيه. نعم. فالان نعم. هناك اتهامات امنيه ايضا لابد من الرد عليها، كيف لتركيا والتي سميتها انا في تصريحات لي انا شخصيه انها البوابه الملكيه للارهاب، كل الارهابيين اللي دخلوا الملف السوري دخلوا عبر الاراضي التركيه. طيب. الان لن يستطيع الرئيس دونالد ترامب أن يكون مجاملا مع الرئيس التركي في هذه الزيارة، أعتقد أنها ستكون زيارة غير سعيدة وسارة للرئيس التركي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي. أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه، وذلك بعد رفض المعارضة دعوة أطلقها الرئيس البوليفي إلى الحوار عقب صدمات واقتحام متظاهرين لمقري الإذاعة والتلفزيون. وكان موراليس قد أعلن أنه سيدعو إلى انتخابات جديدة تسمح للشعب البوليفي بأن يختار ديمقراطيا السلطات الجديدة. عمت الاحتفالات العديدة من المدن في بوليفيا احتفالا باستقالة الرئيس إيفو موراليس، وشهدت بوليفيا أسابيع من احتجاجات وأعمال شغب ضد التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، عندما توقفت اللجنة الانتخابية عن الإعلان عن نتائج الفرز السريع للأصوات، والتي كانت تشير إلى إمكانية إجراء جولة إعادة بين موراليس والمرشح المنافس كارلوس ميسا من طيار يمين الوسط. We'll be right back.
كان قائد الجيش البوليفي قد أعلن ضرورة استقالة الرئيس إيفو موراليس حتى يعود الاستقرار في البلاد، كما أعلن الجيش أنه لن يشارك في إخماد الاحتجاجات المناهضة للرئيس. ودعا الجيش البوليفي أطراف النزاع السياسي الداخلي للتوصل لاتفاق. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على وسائل الأعلام التي اعتبرها منحازة ضده، متهما على وجه التحديد قناة ABC بانعدام النزاهة. وفي تغريدة له على تويتر قال ترامب إن قناة ABC سيئة مثل بقية وسائل الأعلام الأمريكية، مشيرا إلى أن المعايير الصحفية غير موجودة والإعلام غير منصف، لدرجة أن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بحرية الصحافة. ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية. وأوضحت وسائل الأعلام أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح فإنه من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتقدم بشكل جيد جدا. وأضاف ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية أن التقدم الذي جرى إحرازه في المحادثات كان أبطأ مما كان مخططا، مؤكدا أن بلاده لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان يحقق أفضلية كبيرة لواشنطن. تتقدم بشكل جيد جدا، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بلاده التجارية مع الصين، والتي تستهدف تسوية الحرب التي نشبت بين أكبر اقتصادين في العالم 10 شهرا وعصفت بالأسواق المالية وأبطأت النمو العالمي. وبالرغم من تلك البوادر الإيجابية، إلا أن ترامب أعلن أن بلاده لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان أفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن، مشيرا إلى أن الصين تريد الاتفاق بدرجة أكبر من رغبة الولايات المتحدة. وعلى هامش تلك المحادثات، اتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة يشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية، ويتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية وسط مفاوضات مستمرة بشأن مسائل أخرى. في تلك الأثناء أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض أن رسوما جمركية قد تلغى إذ تم التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب بين البلدين، معربة عن تفاؤلها بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي دون ذكر المزيد من التفاصيل. في تلك الأثناء أبدت الولايات المتحدة رغبتها في تعزيز التعاون العسكري مع الصين وإعادة رفات الجنود الذين قتلوا في بكين خلال الحرب العالمية الثانية. وبدأت إدارة ترامب منذ عامين ممارسة ضغوط على الصين حتى تجري تغييرات شاملة في سياستها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق. وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين، ما تسبب في تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات. حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تقويض حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الحلف العسكري. وفي تصريحات له قال ماس إنه سيكون من الخطأ تقويض حلف الناتو، لأن بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال. مؤيدا في الوقت نفسه دعوة فرنسا إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا.
أظهر استطلاع رأي لصحيفة الأوبزرفر أن حزب العمال المعارض في بريطانيا ضيق الفارق مع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأربع نقاط مئوية. وطبقا للاستطلاع حصل حزب المحافظين على 41% بتراجع 1% في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع. وفي المقابل كسب حزب العمال 3 نقاط مئوية ليحصل على 29%، ويأتي ذلك قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر. أعلنت وزارة الداخلية الأسبانية تراجع نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت بالانتخابات العامة التي جرت في البلاد، وأكد بيان الوزارة أن نسبة المشاركة في التصويت تقل بنسبة 6% عن مثيلتها التي جرت في شهر إبريل الماضي. هذا وتتواصل عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية والتي تجري للمرة الرابعة في آخر 4 أعوام. ورجحت استطلاعات الرأي فوز حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيدرو شانس بأكبر عدد من الأصوات. خرج مئات المتظاهرين المؤيدين للانفصال في إقليم كاتالونيا إلى شوارع برشلونة، وقام المتظاهرون بالهتاف ووضع الحواجز وصناديق القمامة قبل أن تفارقهم الشرطة. وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجه الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر لحقوق الإنسان بالمفهوم الشامل. وقال المجلس القومي أن الشبكة الإفريقية تؤيد كافة الجهود المبذولة في مصر والرامية لمكافحة الإرهاب، خاصة وأن هناك دولا في إفريقيا تعاني من الإرهاب الذي يقضي على أقدس حقوق الإنسان. بدأ التحالف الدولي للسلام والتنمية بجنيف بالتعاون مع مؤسسة ماعت ومجموعة الاستشارات الدولية فعاليات الأسبوع التدريبي الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يستمر لمدة أسبوع في مدينة جنيف السويسرية، ذلك على هامش الدورة 34 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يهدف التدريب الذي يشارك فيه مجموعة من الخبراء وعلى رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت لتدريب عدد من الشباب العربي والأوروبي والإفريقي على كيفية إجراء آلية الاستعراض الدوري الشامل وأهداف هذه العملية وكذلك الوثائق التي تقدم خلال هذه العملية. من جهتها قالت السفيرة مشيرة خطاب خلال التدريب في جنيف إن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد النساء التي أسند إليهن مناصب قيادية وسياسية في مختلف مؤسسات الدولة المصرية، حيث يوجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، ولأول مرة تتولى امرأة منصب محافظ في عام 2017. اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة 1 والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي. يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية. اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة 1 والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي، حيث بدأت المرحلة الختامية للتدريب بعرض لملخص الموقف التنفيذي للأنشطة في المراحل الأولى للتدريب. وكانت القوات المصرية والروسية قد واصلت تحركاتها على مدار الأيام الماضية متخذة أوضاعها على خط الرمي طبقا لتسلسل أعمال القتال، تمهيدا للتجهيز لإدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح
بواسطة القوات المشتركة من الجانبين، وقد شاركت في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية. وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة، بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي، مشيدا بأهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي، خاصة التدريب سهم الصداقة واحد والذي يعتبر نافذة للنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة. من جانبه أشاد الفريق ليونوف ألكسندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوي الروسي بالمستوى الراقي للتدريب وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذي سبق تنفيذ التدريب. يأتي التدريب سهم الصداقة واحد في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. اختتمت فعاليات التدريب المشترك فجر الشرق واحد والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، واستمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية. تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية. اختتمت فعاليات التدريب المشترك فجر الشرق واحد والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذي استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية. وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة الهليكوبتر. وعكس البيان المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية. كما تضمن التدريب قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرة الجوي السريع للمجموعات القتالية من الهليكوبتر. وفي نهاية المرحلة الختامية ألقى الفريق نديم زاكي مانغ قائد الفيلق الأول الباكستاني كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب، مؤكدا على أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكري بين جميع الدول، معربا عن رغبة الجانب الباكستاني مشاركة جميع الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة. كما عبر الجانب المصري عن أهمية التدريب في تبادل الخبرات القتالية في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدان الثلاثة، وأن التدريب أظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راق في كل مرحلة، بدءا من مرحلة التخطيط والتنسيق وحتى مرحلة التنفيذ. حضر المرحلة الختامية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، لتحقق أجهزة الوزارة على مدار أسبوع نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. تتواصل
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 255,532 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 35,467 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و406 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2,540 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدي على أراضي الآثار وحيازة قطع أثرية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 6,761 قضية تموينية متنوعة، من بينها 115 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 7,649 اسطوانة بوتاجاز و185,638 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 6,646 قضية تموينية بمضبوطات وزنت ما يقرب من 1,351 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها ما يقرب من 586 ونصف طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 39 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 67,939 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت ما يقرب من 57.5 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تم ضبط 1,213 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت قرابة 2,542,000,000 مليون جنيه و785,250 عملات أجنبية مختلفة. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. ننتقل الآن لمتابعة أخبار الرياضة والتكنولوجيا مع الزميلة ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك شادي وشكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من أخبار الرياضة والتكنولوجيا، ونبدأها من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في مصر. يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع غانا اليوم الاثنين في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. المزيد في سياق التقرير التالي. الفراعنة الصغار على موعد مع مواجهة مثيرة أمام النجوم السوداء باستاد القاهرة في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
المنتخب الوطني يأمل في الفوز على غانا لضمان التأهل للدور التالي من البطولة القارية دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب الكاميرون المقررة لها الخميس، حيث يتصدر الفراعنة قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما غانا والكاميرون في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم تأتي مالي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط. منتخب مصر فاز على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا بهدف لكل منهما ليتصدر المنتخب المصري الترتيب. الفراعنة الصغار يحملون آمال وطموحات الجماهير المصرية بالتتويج باللقب القاري والتأهل إلى الأولمبياد المقبلة في محاولة لكتابة تاريخ حديث لكرة القدم في القارة السمراء. قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إن مباراة غانا ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم تمثل بوابة الوصول إلى أولمبياد طوكيو، وأضاف غريب أنه طالب اللاعبين بالتركيز في تنفيذ المهام المطلوبة أمام غانا، مؤكدا أنه راجع الأخطاء والتي وقعت في مباراة مالي لمعالجتها قبل لقاء اليوم. تواصل شركة تذكرة فتح منافذها لبيع تذاكر مباريات الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. كانت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر نشرت برومو ترويجيا لكيفية الحصول على تذاكر المباريات. الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما مهمة لم تكن صعبة. أسلوب الحجز الإلكتروني من خلال التسجيل على موقع شركة تذكرتي أتاح للجمهور إمكانية استلام التذاكر في أي وقت ومن دون اللجوء إلى السوق السوداء التي قضي عليها تماما. هو طبعا نفس الموقع بتاع تذكرتي بتاع البطولة اللي فاتت الكبار، وأنا كنت مسجل قبل كده في البطولة اللي فاتت بس ما روحتش، فالمرة دي اكتفت الاي دي واستلمت وحجزت تذكره وجاي استلمهم النهارده الاي دي والتذكره بتاعه الماتش الجاي. اللجنه المنظمه للبطوله خصصت 30 منفذا عن طريق شركه تذكرتي في جميع انحاء الجمهوريه بالاتفاق مع احدى شركات المحمول، ويحق للفرد الحصول على 6 تذاكر فقط عن طريق نظام بطاقه المشجع التي حققت نجاحا كبيرا خلال النسخه الاخيره من بطوله كاس الامم الافريقيه في مصر. لا، هو النظام ده انا جربته في البطوله اللي فاتت بتاعه الفريق الكبير بتاع الكبار، كان طبعا نظام احسن بكتير من طريقه الحجز القديمه اللي احنا كنا بنعاني منها قبل كده يعني، وده خلاني ان انا كمان المره دي احجز ليا والبنات، يعني بنات صغيرين 6 سنين و8 سنين، فانا هاخدهم معايا بكره ان شاء الله يحضروا يعني الماتشات. انخفاض اسعار التذاكر شكل حافزا مهما لقطاع كبير من الجمهور على حضور المباريات من اجل مؤازره المنتخب المصري في الوصول الى اولمبياد طوكيو، وبلغت قيمة تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها والثانية 30 جنيها و75 جنيها للأولى. أنا برضو شاب في سن اللاعبة اللي في المنتخب الأولمبي، ويعني حريص إن احنا نبقى واقفين جنبهم في فترة زي ده عشان يقدروا يدخلوا أولمبياد طوكيو، وإن شاء الله يقدروا يعملوا حاجة فيها ويوصلوا لمركز كويس في البطولة. بطاقة المشجع باتت إذن وسيلة لا غنى عنها في المحافل الرياضية الكبرى، لا سيما أنها تتيح فرض الإجراءات التنظيمية التي تضمن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة المباريات داخل المستطيل الأخضر. كريم رجب، إكسترا نيوز. العديد من الأرقام والإحصائيات تشهدها بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة في مصر، المزيد في سياق العرض التالي. We'll be right back.
يلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب مالي في 5 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، وذلك بتساوي مع غانا صاحب المركز الثالث، بينما يتزيل منتخب مالي المجموعة بدون نقاط. أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري تدريباته ببرج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021. وخاض المنتخب الوطني مباراتين وديتين حتى الآن تحت قيادة البدري أمام كل من بوتسوانا وليبيريا، وانتهت المباراتان بالفوز بهدف نظيف. توج منتخب رجال كرة السلة بلقب البطولة الإفريقية 3-3 والتي تقام بأوغندا، وبعد التغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 12-21 في النهائي، ويعد هذا اللقب هو الثالث للفراعنة حيث توج الناشئين تحت 18 عاما وكذلك السيدات بلقب البطولة أيضا. توج محمد طه بجائزة أفضل لاعب ببطولة إفريقيا 3-3 لكرة السلة، كما توج طه بجائزة أفضل مسجل في البطولة برصيد 49 نقطة. توج منتخب مصر للشباب تحت 18 عاما بطلا لإفريقيا لكرة السلة 3-3، وذلك عقب فوزه على مالي 14-13 في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا والمقامة في أوغندا. توج منتخب كرة السلة سيدات بلقب بطولة إفريقيا 3-3 عقب تغلبه على مالي بنتيجة 18-15 في المباراة النهائية، واحتفل الاتحاد الدولي لكرة السلة بأداء ثريا محمد لاعبة منتخب مصر في منافسات بطولة إفريقيا والمقامة حاليا بأوغندا. وتوجت ثريا محمد بجائزتي أفضل لاعبة ببطولة إفريقيا وأفضل مسجلة في البطولة برصيد 48 نقطة. تأهل الثنائي المصري محمد أبو الغار والمصنف الثامن عالميا لرجال الاسكواش ومروان الشربجي والمصنف العاشر إلى دور 16 ببطولة العالم الفردية للرجال، وفاز أبو الغار في مباراة دور 32 على منافسه لاعب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة صعبة استغرقت 68 دقيقة، بينما تغلب مروان الشربجي على لاعب السويد بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة. كما تأهل اللاعب المصري محمد الشربجي إلى دور 16 في منافسات بطولة العالم للسكواش، وذلك بفوزه على الإنجليزي أدريانو وولر في إطار الدور الثاني من البطولة بثلاثة أشواط دون رد، وذلك بواقع 13-11 و11-9 و11-9. عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الجولة 12، وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز ليرتفع رصيد الفريق بهذا الفوز إلى 34 نقطة بفارق 8 نقاط أمام ليستر سيتي وتشيلسي، فيما استقر رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع.
يشهد العالم اليوم الاثنين حدثا فلكيا نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، ويتوقع العلماء أن تبلغ رحلة العبور 5 ساعات ونصف تقريبا، وستمكن سكان الكوكب الأرض برؤيتها، وسيشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للمراصد العالمية في تتبع هذه الرحلة، وذلك باستخدام التلسكوب الشمسي والموجود بالمعهد، وهي الظاهرة التي لن تتكرر إلى كل بضع سنوات. حصل باحثان أمنيان على جائزة كبيرة بعد اختراق جهاز المساعدة المنزلية من شركة أمازون والمزود بكاميرا إيكو، وتم تتويجهما بأفضل قراصنة ضمن مسابقة القراصنة السنوية، وتمكن كل من أمات كاما وريتشارد شو من الحصول على الجائزة المالية للمسابقة، والتي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو والمعنية بتطوير واختيار العديد من عمليات القراصنة البارزة، بعد أن وجد الباحثان أن الجهاز يستخدم إصدار يحمل ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة عليه عند الاتصال عن طريق شبكة واي فاي مشبوهة. وبأخبار التكنولوجيا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة، عودة من جديد إلى الزميلين شادي ونهى. شكرا لك ندى، وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة المفصلة، ولكن لم يتبقى سوى تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الأمم المتحدة تضع تصور للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في العراق خلال 3 شهور. الولايات المتحدة تهدد تركيا بفرض عقوبات جديدة بسبب S-400 الروسية. والرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن استقالته من منصبه. انتهت النشرة الإخبارية، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا.